على بركة الله نبدأ حلقة اليوم. اليوم سوف أتكلم عن اللي هي الشيخوخة المبكرة بالإضافة إلى الشرود الذهني أو الحالة العامة اللي بتلاحظها أنت في المجتمع، اللي هي حالة من التوهان، حالة من الشرود، حالة من النسيان، حالة من عدم الإدراك. بتكلم أي شخص في أي موضوع تحتاج أنك أنت تقوم ب تكرار الموضوع مرتين ثلاثة أربعة لكي يفهم. تكلم شخص تجد غير منتبه بعد فترة، نعم هل كنت تكلمني؟ هل بينسى بشكل غير عادي؟ يعني الحالة هذه اللي هي الحالة من التوهان، يعني حالة ما هيش طبيعية. هذه الحالة ممكن الكثير جدا منكم بيعتاد عليها في المنطقة العربية أو ما بينتبهش لها، لكن الناس اللي هي بتسافر لأوروبا وبترجع تستطيع ان هي تميز ان في خلل، يعني في حاله من التبلد، من نسيان، من الانسان اللي ماشي بنص يعني ادراك، ماهوش ادراك كامل. اول ما بتنزل في اوروبا بتلاحظ اللي هو الاختلاف بالكامل. اول ما بتنزل في المطار بتلاحظ ان الناس اللي هي في حاله انتباه، بتلاحظ ان الريتم الحياه سريع، بتلاحظ ان الحركه سريعه للغايه. بينما في الدول العربية خاصة وانت راجع بتلاحظ ان كل شيء بيمشي بالسلو موشن او باللي هي الحركة البطيئة للغاية، يعني الانتباه معدوم بشكل نهائي، الادراك ما بيعرفش حتى الجلسة اللي هو موجود فيها الان، ما بيعرفش متى المحيط به، ما بيعرفش يتحرك بسرعة. هذه على فكرة هذه راه حالة مرضية. بالإضافة هذه على فكرة بتبدأ من علامات اللي هي الشيخوخة المبكرة، اللي هي شيخوخة الخلايا، شيخوخة الجسم، شيخوخة حتى العقل والإدراك. هذه راه حالة مرضية بتنتج عن عدة أشياء. الشيء الأول اللي هو الدخان الآن اللي أصبح في السيارات، اللي هو أول أكسيد الكربون، هذا اللي بيتقل اللي هي الدم وبيتقل حركة الكرات الدم الحمراء، بالإضافة إنها هي بيمنع الأكسجة العالية يعني للخلايا إنها بيتحد أول أكسيد الكربون مع اللي هي كرات الدم الحمراء لأن هي بتحب أكثر من الأكسجين، فبيصبح كمية الأكسجين تصل إلى الدماغ ما هياش كمية عالية. هذه النقطة رقم واحد، فبالتالي بينتج عليها هذا الإنسان اللي هو الأطرش، الإنسان الناسي، الإنسان التايه، الإنسان اللي عنده شرود ذهني، الإنسان اللي عليه علامات حتى الشيخوخة في الشكل والجلد وأيضا حتى الشيخوخة في الإدراك. ثاني شيء اللي هو النوع ايضا القطران، هذا اللي في يعني بيعملوا به الطريق في المنطقة العربية، بيوجد فيه كمية عالية من الرصاص بتتفاعل مع الحرارة وتنتج مثل هذه يعني الغازات اللي ممكن بتأثر اللي هي استنشاقها على اللي هو المخ والتسمم معروف طبعا بالرصاص. الشيء الثاني والأهم والمهم اللي هو نقص فيتامين B6. نقص فيتامين B6 هو السبب الرئيسي اللي بيؤدي إلى هذه الحالة اللي بتشوفها أنت، حالة التوهان والتبلد، حالة النسيان، حالة عدم الإدراك، حالة الإنسان اللي ما يتحركش بشكل سريع أو ما يفكرش بشكل سريع أو ما بيدركش وما بيفهمش لأنك أنت تعود لمرتين وثلاثة وأربعة. فيتامين B6 ومسؤول أيضا حتى على اللي هي علامات الشيخوخة المبكرة، سواء كان من تجاعيد على الوجه، الشيب المبكر اللي هو شكل الجسم في حد ذاته، جميع علامات الشيخوخة المبكرة المسؤول عنها اللي هو فيتامين B6. ممكن تحصل عليه من الصيدلية أو ممكن تحصل عليه من مصادر طبيعية. مصادر طبيعية مثل البيض البلدي، ما هوش بيض السوبر ماركت، يعني بيض الدجاج اللي بيرعى في الأرض. أيضا ممكن تحصل عليه اللي هو من الموز، من الأفوكاتو، من التمر، من اللي هو من التمر، من التين المجفف، بتحصل عليه من الأسماك، من الألبان، بتحصل عليه من اللحوم، بتحصل عليه من أي شيء طبعا، الخضروات مثل الفواكه والخضر بشكل عام، يعني السبانخ والملفوف وغيرها جميعها بتحتوي على B6. سوف أضع لك أنا طبعا قائمة أسفل هذا الفيديو، ممكن تشوف أنت الأشياء اللي بتحصل عليها من خلاله. أيضا ينصح في المنطقة العربية للناس اللي هي بتلاحظ أن عندها شرود ذهني أو بتلاحظ أن هي عندها هذه العلامات الشيخوخة المبكرة، أن هي يجب أن هي تأخذ لي عشبة الجينكا بيلوبا. هذه بتأخذها تباع طبعا عند العطرية، بتغلى اللي هي مقدار ملعقتين، تخلي كأسين من الماء، لما بيصير في درجة الفوران بتضع فيه ملعقتين صغار من اللي هو
الجنكة بلوبة، بتخليها مدة 3 دقائق، بعد ذلك بتطفي اللي هو الغاز وتقوم بتغطيتها لكي تبرد أو تنضج بالبخار. جنكة بلوبة تساعد في اللي هي نقل أو اتحاد الأكسجين بشكل أسرع مع اللي هي الخلايا الدم الحمراء، وتساعد في اللي هي أكسجة الدماغ، يعني بيصبح يدرك بيتخلص من هذيك الحالة، حتى هذه حالة الغباء والتبلد هذه حتى عند الأطفال. الجنكة بلوبة هذه بتساعد على ان هي تقوم بتغذية الدماغ بشكل اكبر بالاكسجين، فبيتخلص من حالة التبلد وحالة اللي هي التوهان، حالة اللي هي الانسان الاطرش، الانسان اللي ما بيفهمش، الانسان اللي بتلاحظ انه هو غير طبيعي، بيصل الى درجة اللي هي الانتباه، بيستطيع انه هو يدرك ويتحرك بشكل اسرع. المهم كان هذا هو الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.